مشاهدين ومتتبعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بالجانب ديالي مسيو البشير، كيف عزيز علي نعيط ليه سي البشير. كلكم كتذكروه معنا في الفيديو اللي كانت فاتت، حكى لنا القصة ديالو أوطون كو شوفور دو تاكسي، لأنه هو حاليا سائق تاكسي. ولكن بغي نقول لكم باللي هو كان إكس جندارم، كان دراكي سابق. سي البشير هو أب ل 15 طفل، بيان سور كنقول 15 طفل ولكن راه ما بقاوش اطفال دابا، ما راهم كبروا. غنتعرفوا على القصه ديال جوج من وليداته، واحد سميتو زهير وواحد يوسف. وهذا زهير الله يرحمه ويواليه برحمه الله، غنعرفوا القصه ديالو حتى هي، وكان حتى هو دراكي وكيفاش صرا ليه والملابسات ديال القضيه كامله. نبغي نصحح واحد النقطة كنت قلتها في الفيديو السابق، بأن السي البشير ماتت لي المدام ديالو عباش تزوج. هو لا، كيف ما فهمت هو عنده 15 طفل من الزوجات ديالو بزوج، لأنه هو عنده الزوجة الأولى اللي مازال على قيد الحياة، والله يخليها لي والله يطول لي في عمرها، كاينة في مدينة الرباط، والزوجة الثانية اللي هي توفات. السي البشير عزيز عليه لا بوليغامي. سي البشير تفاعلوا بزاف لا فيديو ديالو، وكانوا بزاف لي كومونتير زوينين فافورابل. واليوم قال لي انا بغيت من بعد اول حاجه قبل ما نبداو لا فيديو نوجه واحد الكلمه ديال الشكر. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. سلام. كيف قالت الاخت، انا بغيت نوجه الشكر لدوك الناس اللي كانوا في الكومونتير، شكرونا الله يجزيهم بخير، وما كانوش قلال، كانوا كثار تبارك الله. وكان سي نورمال ان تيكون الكريتيك وتيكون كذا، وهذه هي الحياه. كان يقول لك ارضاء الناس غايه لا تدرك، لا تدرك. فكاين حتى انا تنشكر حتى دوك اللي داروا لي كريتيك، وكان واحد واقيلا ولا جوج، ما سي با غراف، الحياه هي هذه. علاش؟ لان الا كانوا تيهضر الرسول، تيهضروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على انه ساحر، على انه مجنون، على انه كذا. نعم. واكثر من هذا الشيء هذا هضروا في عائشه رضي الله عنها. نعم. عائشه اللي رموها في الزينه. نعم. الور كو سي غراب، فكيف انا نهضر فيها هكا؟ قالوا حقها كذا، لا سي با غراب، هذه هي الحياه وهذه هي الدنيا وكديره. الحمد لله. وبغيت نشكر كذلك الاخوه اللي خدمت معهم في لا جوندارمري، ابتداء من الكولونيل حمو حسن، الكولونيل ارزاز، وبو الحيمص الله يرحمه اللي مات في الصخيرات، اي لو جينيرال حسني بن سليمان. من هذا المنبر انا تنقدم لهم الشكر، لان تعلمت منهم اشياء كثيره، وربونا الله يزيدهم بخير على يديهم. و لو كومودون بوار سيتي لو كرياتور دو لا جوندارمري رويال فرنسا، ولي زونسينيون لي فرونسي اللي كانوا عندنا في ليكول، جيتي على ليكول مكناس، ليكول دو فورماسيون اي دو كاليفيكاسيون دو جوندارمي رويال، جي باسي دو زون تما، وخديت ديبلومات، جيتي كانت عندي لا كاليتي دان اوفيسي دو بوليس جوديسيير، ابري ان ستاج دون اني، ودوزت عامين ديال لا فورماسيون بروفيسيونيل. الحمد لله دوزتي كثير مع لا جوندارمري رويال. بيان سور دوزت بليزيور ديبلوم ما عندي. حنا شفناه في لا فيديو اللي فاتت. حنا اليوم غادي نبداو معاك من اللي حبستي مع جوندارمري رويال، كيفاش الحياه ديالك غادي تبدا؟ من لا جوندارمري رويال خرجت، هما الله يجزيهم بخير، في لي كاريدنوت ديالي، في لا كوندويت ديالي اللي عندهم في تماك في الدرك، هما اللي قلبوا لي على الخدمه، حيت قالوا لي ترجع لا جوندارمري، قلت لهم ودي نو نمشي نشوف السيفيل ثاني، نشوف لا في سيفيل، ونادوا الله يزيدهم بخير. انت علاش خليتي لا جوندارمري رويال؟
الاول لا جوندارمي رويه لا ملي وقع لي ديك الواقعه ديال بيت الله الحرام ملي كنت انا قالوا لك اسمو اختاروا قال لك وديو السرقه باش نمشي بحالاتك انا قلت نمشي نبدل لا في سيفيل نشوف نعاود نجرب ابخي لونكيت اللي كانوا داروا معايا داروا معايا لونكيت لقاو ما كاين لا المهدي المنتظر ولا حتى شي حاجه الور شي شويه جيتي توشي جيتي ملي جات قال لك ودير جات تعليمات كاع الناس اللي كانوا في البيت الله الحرام وكذا يسيرون ريفوكي ايوا انا كنت واحد منهم بقيت مشيت جالس في داري بقيت جالس واحد مده قليله جاو غوتوا عليا قال لي ودي ترجع للجوندارميري ولا كذا راه في شفنا لو كاري دو نوت سو سون دي انستركسيون اللي كيفيان من البالي رويال وكذا على دوك لي جون كاع ماشي غير انا كاع اللي كندير شي الحياه قلت لما ودي انا نمشي بحالاتي الله يجعل شي بركه قال لي ما كنت مش كنت حر النهار تبغي ترجع قولها لينا فعلا قلب وقول لي تبغي تمشي قلت لما نرجع لكازابلانكا بلادي والعائله وكذا فعلا اختاروا لي واش نخدم في لا رويال الماروك ولا في لوسيو مكتب التسويق والتصدير خدمت قلت لهم انا نجي لوسيو الشارع الجيش الملكي خدمت تماك عندهم تما فين غتلاقى الزوجه الثانيه جات ديماك مع الله يقود فودغ بيان سور الله سبحانه وتعالى كرمني بالزوجه ديالي وقبل ما نهضر على الزوجه ديالي تفكرتيني انا من هنا تنشكر الزوجه ديالي دوزات معايا 55 سنه وخديتها على زويته وما غاديش يسمع الانسان انني جو مسيو روماري يقول هذا خي لا ما جوي ما فهم توجور مراتي تبارك الله مأدبه ملتزمه ديك اللي فرابا الله يخليها لي امي الله يخليها وضحات معايا كثير مع الوليدات مشات معايا للصحراء ما خلات فين مشات الوغ ملي جيت انا لا جوندارميري وداك الشيء تلاقيت مع الزوجه الثانيه تلاقيت مع الزوجه ديالي الله يجازيها بخير الله يرحمها كانت سي لو توب كانت تبارك الله امراه مثقفه ملتزم كنت ديبلومات بيان سور كان هي كانت عندها قبضات ديوس على ليبوك كانت ديوس ديبلوم دي زيتود سوبيريور و سيتي الدكتوره لا بغيتي تقول لك كانت عندها الدكتوره وهي باقا صغيره الى بي 22 زون ولا كذا و الى في ان بوست وكانت دير لا غولاسيون ما بين المينيستر ديال الكوميرس مع اسمو مع الاتحاد الاوروبي à Bruxelles où كنت نمشي معها وكانت جيتي قاتي مو افيك الله يجزيها بخير مو جيتيكم الله يرحمها مو جيتيكم ام تي برنس في الدار بيان سور شاكان اي برنس في الدار في لو فوي ديالو مو جيتيكم ام تي برنس انا اللي عجبني في الامر هو كيفاش كتكلم على الزوجه ديالك اللي توفات الله يرحمها وايضا كيفاش كتكلم على الزوجه ديالك اللي مازال في الحياه يعني نقدروا نقولوا بان مسيو البشير قدر يوفق ما بين الزوجات والزوج بيان سور لان هذا توفيق من الله ماشي بيد البشر بيتر تكون عندك وحده وتطلق على المشاكل او دو ولكن انا الله وفق انا وفقني مع هذيك السيده اللي هي راه عندي عندي الحفايد ساكنين معايا وعندي ولاد الحفايد ديالي تبارك الله ما شاء الله امين ومني تمشي تماك كيف قلت لك كوم انتي برانس شتي دلك ليا شتي حك ليا راسي ولكن بالفلوس بالوليدات الصغار وتماك عايش بخير وعلى خير وكان بروبليم وديك المراه الاولانيه اللي هي اسمها رقيه رقيه اللي الاسم ديال بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زعماك جابي مع اوكان بروبليم افيك لا هي ولا مع هذه المراه هذه ما عمرو ما تخاصموا ما عمرو كنا بخير وعلى خير باسكو فوزيت ان جنتلمان كنتو كتعرفوا كيفاش تفرقوا ما بين يعني تصايب البروغرام ديالك وما عمرك ما فرقتي ربما ما بين هذه وهذه وكنتي كتبغي هذه بحال كيف كتبغي هذه خاص الانسان يعرف كيف يواسي ما بين هذه وتحترم الشعور ديال العيالات وسورتو ديال لا بروميير بحال بحال لا بروميير ولا لا دوزيام نحترموا الشعور ديال لان اي سي نورمال ان الدوزيام تتحترم ولكن لا بروميير لان تزوجتي عليها بحال جبتي لها ادفيرسير كيف تيقولوا ولا كذا انما الله يجزم اما اوكان بروبليم عشنا بخير ولا الحمد لله جيت لجوندارمي جيت لوسيو خدمت في لوسيو تلاقيت مع الاخت ديال الزوجه الثانيه ولت مع وليدات الله يصلح وليدات ما نقدرش نقول لك
الأخلاق، التربية، كلهم قرأوا، قرأتهم الله يجزيها بخير. شي مشى لكندا، شي واحد راه دار دونتيست، واحد مهندس، وعندي تبارك الله ما شاء الله، الله يخليهم لك. أنا بغيت نوصل للنقطة ديال زهير الله يرحمه، زهير اللي اختار يكون هو جندار بحال الأب ديالو. سي سون شوا، دخل لجندارمري، دوز معهم ديزا، كان في دار السكة، كان في دار السكة، و خرج شيف، عطاو له غراد دو شيف. واحد النهار سيتي لو مو دو مارس، يلاه داز بحال هكا 3/5/2008، قال لي باغي نجي ندوز عندك الكونجي. قلت مرحبا. جا هنا عندي للدار، يلاه دوز 3 جور دوز ديال الكونجي، ولكن عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الله فلو ما يريد. خرج هو وخو داك يوسف الى فولو ترافيرسي، او ايزون فولو ترافيرسي لا سوسي، هنا فزرقتوني هنا ميم. ديجين دوك لي شوفار، سي با دي كونديكتور، دوك لي شوفار دازو تيجريو تيلعبو الرالي، لان كانوا تيلعبو الرالي فاسمو، ضربوهم. توفى ليا واحد سير بلاص عنده 34 هو وزهير، ويوسف ضرب الراسو يعني لحد ساعه طبيعة الحال. هذاك اللي مات وهذاك اللي وقع لي هذا المشكل. على كل حنا درنا شي انديميتي، شي حاجه ديال لاسيغونس، درنا درت لي لو دوسي دو ريفيرسيون، لان لما تيكون الانسان خدام عنده اون بونسيون كوم ان سولدا، لان الا كان دارك ربما واش كيكون بحال ان سولدا. لا هو جوندارم سي اون ارم ديليت، سان ريان، لا جوندارميري ماشي هي العسكر، العسكر في لو فرون وكذا، وهذه سي لو بروفيسيوناليزم. نات مني صوبت ان دوسي ديالو، دفعنا للمحكمه بالمحامي وكذا. المحكمه حكمت لي في الابتدائي 37 مليون استنفوا ديك لا كيس دو داك الفون دو غارونتي ديال ليتا، استنفوا رجعنا للاستئناف. حسيت خويا حاكم ليا ب 14 مليون، 37 14 مليون، قلنا ما كاين حتى اشكال، وما يعاود يستنفوا. قال لك اودي هذا راه لا بريسكريبسيون، ما حطيتوش في لو طون اونبورتان، الوغ كو نو، انا حطيته في الوقت. يعني عندك ما يثبت، ما يثبت الاحكام اللي حكموا ليا، لان هادو اللي حكموا ليا انايا الابتدائي والسيناف، على ما شافوش هي على ان راه كاين تقادم، ما كاين تقادم، مع العلم ان التقادم في هاد الكريم تيبقاو حتى 14/15، حيت تيبداو تيكون بحث سري من طرف البوليس. ايوا خرج لي في الاخير، في الاخير لافوكا ديالي دار كاساسيون على هذاك الشيء اللي جا من الرباط، من الرباط من باردون، دار اون كاساسيون على ذاك الحكم، اي باقي جاتون توجور. دوبي كيل اني؟ من 2008. دوبي 2008 وحنا في 2022، مازال ما خديتيش حتى شي حاجه. حتى شي حاجه، لا هو هذا لا تعويض لا شي حاجه، واخا هو ولدك مات الله يرحمه، ما كاينش شي حاجه اللي غادي تعوضه، ولكن انت خسرتي فلوس في كلينيك. سي با غراف، سي با غراف، قلنا حنايا غير رد الاعتبار. ربما شيرشي اون ريكونيسونس ماشي الفلوس. اي وسيرتو اللي انا بقى فيه، وهو ما كاينش ذاك لو كوتي هيومان. الدري توفى وكان جوندار مدوز معاهم، تا هو خدام في دار السكه، وما لو كوتي هيومان يشوفوا با كيدير الحاله ديال با ديال مو ديال خوتو اللي عنده، وما يعطيو غير يعطيونا غير ديالنا، يوقفوا معنا. وسيرتو وانا تنوجه هذا الخطاب للناس المسؤولين، وكاين القضيه مع العلم انا بور فو دير ما كانوا ديجا لوكاسيون فاميليال ولا شي. كان درت انا لو دوسي دو بونسيون، لان لما تيموت الانسان اون سيرفيس، لان القانون سي لا لوا 013 من لي فينونس تيقول ان تو ميليتير اون بوسيسيون دان تيتر دو بيرميسيون ou d'un ordre de mission, ses parents ouvrent droit à une pension. Mais on a dit qu'il n'y a pas le même jour. Alors que non, c'est un peu d'ahir. Je me disais qu'il n'y a pas eu l'aql un comité de commission qu'il annule un d'ahir.
la dahrti est annulée avec un dahir. Il peut être abrogé, il peut être ajouté, il peut être maintenant de commission. C'est normal, la commission te défend à la des intérêts des les finances. Galulia. C'était combien la pension? La pension c'est 1200 dirhams en ummo. باقي ما عطاو دابا ملي الام توفات باقي ما عمرك ما شديتيهم؟ لا ما الام باقي حيه الام الاولى حيت هو ولدك مع الام الاولى ما خديناش شي جوج كابريزون لا حياه اللي من تنادي علاش ما عم غتذكر هي انا واخا انا ماشي قاضي ولكن تنقول انا على ان الى اون ايرور جوريديك. علاش شنو الرساله اللي تبغي توصل اليوم للمسؤولين على قبل هذا الدوسي ديال ولدك؟ هاد الملف ديال ولدك نبغيو يتم الحسم فيه بزوج، الاخر راعاها مستديمه وواحد توفى الله يرحمه. شنو تبغي تقول المسؤولين باش يتم التسريع والتفعيل ديال هاد الدوسي ديالك؟ ايوا هو لما الانسان تدق على جميع الابواب، الباب الوحيد اللي تلجا اليه بعد الله وهو الملك. الحمد لله عندنا ملك، ملك ديال الضعفاء كيف تيقولوا، والرجل اللي هو تبارك الله عليه تيبغي الضعفاء، اللي جينيرو، انت تتلقى معاه تيعطيك ان اغريمون ولا يعطيك شي كذا. انا تنقول صاحب الجلال الرساله ديالي من هذا المنبر هذا على ان ايدون دي انستركسيون فيرم بور لا ريكونستيتيسيون ديال لو دوسي ديالي، لان مظلوم انا يعني انا وزاره العدل ما نصفتنيش انايا، ما نصفتنيش، ما عطاتني والو، ماشي معقول هذا الشيء. هو يعاودوا يشوفوا، وانا تنقول لهم من هنا الدوسي راه ماشي عنده التقادم. دابا صافي 14 زون وانتم تطلعوا تهبطوا. ودابا المشكل انا البارح غوت على المحامي ديالي باش يعاود، حتى كتبنا لهم مع الاسف توفى. محامي توفى، لا حول ولا قوة إلا لله وإنا إليه راجعون. دابا خاصنا الخلاف ديال المحامي اللي كان متبع القصة أو الملف من 2008 14 سنة هي أموى هذه الشهر بس توفي رحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه. وأنا تنقول أنا هذا أنا خدام في الطاكسي وأنا سوي فيير، راه ماشي معيورة على نو سوي فيير، لان تنطلق لي كونتاكت مع الناس مرار. نركب خطر نركب معي ميليس سول بشير. يفو جامي اوميليي كيلكان باغ سون بوست. اي واحد كيدير شي خدمه كيف ما كانت راه مهم في هذاك البوست ديالو، لان كل واحد كيهدي المهمه ديالو. تماما، لان عندك يوميا لو كونتاكت مع الاساتذه. لي كليون راه يقولها مزيانه ولا كذا، مرات يجيك استاذ ديال التربيه، مرات يطلع معايا انا قاضي، مرات يطلع معايا بروكيور ديرو، ركب معايا امينيستر، وصلت للكليه وجماعه كيلي تي هو ساتيسفي، لي تي تري كونتون دو فوار بهاد مالين تاكسي تتكلموا تيهضروا وكذا، تقول لك اودي الحمد لله اللي رجعنا شفنا هاد النموذج ديال مالين تاكسي، لأنهم Vous méritez être un chauffeur de taxi parce que c'est pas donné à tout le monde. باش تكون un chauffeur de taxi il te faut un permis de confiance. Et le permis de confiance c'est pas donné à tout le monde. اليوم حنا حسمنا القضية ديال زهير الله يرحمه. كنتي قلتي عندك تعقيبات على لاغريمون اللي تيتعطى تصحاب شي وحدين كيبداو يتاجروا فيه، في الاخير كيولي الشوفور ما كيصورش هذيك 50 ولا 70 درهم. انا كنت ملي خرجت من لوسيو درت اون دوموند للوالي الله يذكره بخير سي مطيع، درت دوموند اونترتيان وغوت عليا ودخلني البيرو ديالو واستقبلني الله يجازيه بخير الا باقي حي. قال لي اش داك الشيء؟ قلت له فوالا مو سجيتي انا كجوندار وخدمت في لوسيو، لان لوسيو كان وقع عليها لا بريفاتيزاسيون. لوسيو علاش خرجت منها؟ لان وقع هذا الشيء ديال لي في ان كومبريسيون دو بيرسونيل، وكان هذه القضيه ديال لا بريفاتيزاسيون حصلنا فيها احنا بزاف. ملي مشيت لعندو استقبلني هو الذكر تاوني بلي تنبسطو، قال لي شحال عندك ديال؟ قلت لي انا عندي جوج عيالات، تنبسط انا وياه ويدير يدو فوق راسو. قال لي لطيف. قال لي انا عندي وحده قتلتني، قال لي تحرت معاها. قال لي ودابا انت خرقتي مشكل في المجتمع. قلت له ودينا اللي خلقوه هما اللي خرجونا من الخدمه، انا ما خلقت حتى شي. قال لي دابا شنو؟ قلت له الله يخليك سي بوسيبل دافوار ان اغريمون
قال لي ما كان مشكل وجد وجدنا ايوا بقينا واحد السيد ما عرفتش نقولها ولا ما نقولهاش هاي خدام في تماك في لا بريفكتور الى ما دوموندي دون ذكر الاسماء اي لا الا لا ما انا الما دوموندي قال لي ودي واش بغيتي يمشي اكسبريس ولا نورمال قلت له علاه عندكم الاكسبريس ونورمال تلك قلت له انا صيفطوا لي نورمال ديك طلب لي واحد المبلغ انا ما بغيتش نعطيه ما بغيتش نعطيه لا كوربسيون هذاك لو روفي ديالي سما كوتي سيزون سيزون الدوسي ديالي محطوط في لا بريفكتور انا جو فيليسيت باسكو فوز افي دي نو ا لا كوربسيون انا معاك ولو تسنى 10 ماشي مشكل المهم نكون انا يجي التغيير من نفسي حيت بزاف الناس كيقول لك لا لا الرشوه لا الرشوه ولكن ملي كيتحطوا امام امر الواقع او شي حاجه اللي كتكون عندهم الحق كسوا في مقاطعه او 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 ملي كيجي كيقول لك ولا ما خليني نعطيك دويره باش يسربيني اربع مرات الموظف كاع ما كيطلبها ولكن حنا كمواطنين حنا كنجبدوا ونعطيوها فاحنا الغلط منا والله تيقول لعن الله الراشي والمرتشي يعني سبق الراشي هذاك اللي غادي يعطي على المرتشي فكل ما كانش الراشي ما كانش غادي يكون المرتشي وكنظن بان الرساله واضحه وكنبغي جو فو فيليسيت سي البشير باسكو فوز افي دي نو ا لا كوربسيون وان شاء الله الدوسي ديالك يوصل للمسؤولين المختصين ويتم البث فيه شنو هي الرساله اللي تبغي تقول على قبل هذا الدوسي ديال لاغريمو هو لاغريمو ديال اسمو بور موا سندروا ديالي ما تنطلبش انايا شي حاجه اللي ماشي ديالي انا تنطلب ستاندروا اموال انا ملي غوت عليه واحد شاف دو سيرفيس ملي رجع لو دوسي اي تي ريفيزي ثاني عاود دوزيام فوا مشى دو فوا الرابع قال لي فو رومبليسي با لي كونديسيون كلي كل كونديسيون كلي انا خدمت في لا جوندارميري وخدمت في الاعتاب في الاعتاب الشريفه ديال الحسن الثاني وخدمت وجيت في قصر السوق وحضرت لي كوديتا جي بارتيسيبي في ليزاريستاسيون كومون جيني با دروا قال لي هادشي قولوا لهم لهيه حتى ودي انا كون لقيت لي الديني نقول لهم كثر نقول لهم انا كثر قلت له بغيت نطرح عليك انت سؤال استاذ اسمح لي واش بعد الممثلين وبعد جبت لي بعد الاسماء قلت لهم سي رومبليس لي كونديسيون قال لي الله عليهم شغلهم هذا كان غير حيت انت قلتي لي تي رومبلي با لي كونديسيون وانا دابا تنطر عليك سؤال واش هذوك الناس فلان وفلان وفلان واش عندهم الحق ياخذوا لاغريمون قال لي قولها لهم لهيه بقات القضيه يقول قلت له ودي انا لاغوتو عليه نقولها لهم لهيه قلت له هذا اللي غنقول لهم وتنقول انا دائما الايمان بالله ان ما مكتبش لك شي حاجه راه ما مكتبش لك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله قد كتبه الله والعكس وان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء من خطر كان مكتب لك انا استحضر قول الشعراوي رحمه الله قال اقصى ما يمكن فعله الانسان في مساله الرزق اقصى ما يمكن فعله وهو إرادة ومشيئة الله يعني رغم ما عرفت أشنو غادي يدير راه ما كاينش من غير إرادة ومشيئة الله خصوصا في الرزق أنا تنقول إذا سمحتي لي أنا تنقول أون كونتر بارتي ديال هاد لاغريمو اللي ضعت أنا فيها وهاد الدواسة ديالي وكذا أنا دي فات أن الله عطيني طمأنينة مع العيال ديالي لا اللي بقى حية اللي في الرباط ولا اللي ماتت الله يرحمها مي هذاك سيت ديكوراسيون تعلقات لي من رب العزه لان بور جوان دي دوبو للمراه وهذه والوليدات وكذا سي با فاسيل انا الله سبحانه وتعالى كرمني بوليداتي صالحين لا في الرباط ولا هنا في الدار البيضاء هذا سيت ديكوراسيون بور مو انا ما عرفتش شحال باقي لي العمر بيد الله ولكن انا 75 انا باقي الان الحمد لله انت تشوفي جو مي سون بيان غير هو على مانيير لاش سي جوست ان نيميرو اللي تنقول لك انا غادي يقدر يقول الانسان وهذا كبر وكذا وباقي في الطاكسي نو غير ذاك الاتصال بيني وبين لي كليون ما بغيتوش يتقطع لان تطلع تركب تيطلعوا معك ناس كذا من كل اي سا فو لو فيت بور
لا باسيون بلوس كو ان ميتيي بوتيتر. حنا انا صراحه كيعجبني انني نبقى نسمع السي البشير، عنده بزاف الهضره ما يقول، مازال غادي يكمل معنا القصه ديالو، لانه هو كنحضر في الاحداث ديال الانقلاب ديال السخيرات وديال الرباط، يعود لينا كيفاش هو شارك وكان بطل من الابطال اللي شاركوا اوتون كو جوندارم في هذيك الساعه. كنوعدوكم بحلقات مازال ماجيه مع السي البشير، وكيفاش يعود لينا عاوتاني في كوتي اخر لو كود فودغ، كيفاش صرا بينو وبينو مرته الثانيه، يعني حب من النظره الاولى. تعجبني ست الغالي بزاف، وصراحه سما في بليزير انني نحضر معك اليوم وندير معك هذا الانترفيو. كنشكركم مشاهدينا على حسن التتبع، وصلتوا معنا النهايه ديال الفيديو. كنقول لكم يتبع. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا أشرف عوينة، لنا الصورة ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.